أخذت الفرصات اللي كانوا قدامي. اللي نقدر نقول دابا الشباب هي إلا تحت لك أي فرصة وجات قدامك وعجباتك سير ليها، تحلو لك بيبان قدامك، وخا الفرصة بانت لك كتخلعك خفتي لهداك، غادي تقول واش نقدر ولا ما غنقدرش. إلا حسيتي بها بأنها كتعجبك سير ليها، المهم هو تجرب. ما غاديش ما غتخسر ما غتخسر حتى شي حاجة، ما غادي تخسر غير إلا ما جربتيش. What a great speech. Thank you for, thank you so much for like giving this, because I think this is an opportunity for youth, because there's a lot of doors that youth have to open in their lives. So thank you for giving the chance to youth and tell them that they have to try their opportunities as well. No, it's really nice being with you. Thank you for this opportunity. And I think I'm not an expert on Instagram. And when you asked me to join you on Instagram Live, I said, I haven't done that before. Okay. We did a lot of things that during the last year that we haven't done before in terms of new technologies and communication. So this is another opportunity and another thing that I tried. And thanks for this opportunity. Thank you so much, Your Excellency. شكرا، استمتعت بزاف بوقتي معكم. انا ما عنديش المام بانستغرام، هذه اول مره كان عندي شي حاجه في انستغرام. هذه فرصه وانا فرحانه اللي استغليتها. نقدر نقول بان من العام الاخر لهذا العام كانوا بزاف ديال التحديات وديال الفرص جديده في التكنولوجيا اللي جربناها وخديناها، وشكرا على الاستضافه. It is my pleasure. Thank you so much one more time. Thank you, Safa, as well. Thank you. Shukran, Lajmi Ihsan. My pleasure. Thanks. Thanks a lot. Ciao, ciao. Thank you. Bye-bye. 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 فكان ودعوكم وكان صراحة لقاء زوين بزاف. أنا تعرفنا أكثر على السفيرة ديال الاتحاد الأوروبي، وكانت معنا صفاء، اللي كنشكرك بزاف صفاء مرة أخرى أنك بلجمي قمتي الإحسان. بالترجمة، لأن أنا كان خصني شكرا. يعني باش ندير الترجمة سريعا بحالك. تبارك الله عليك. الله يبارك فيك. شكرا. وإن شاء الله الفرص قادمة إن شاء الله. باي باي عليكم. شكرا شكرا. باي شكرا باي لك صفاء. باي باي. باي باي. لا شكرا يا مجد.